ووصلنا لشوط اللقاية الشراية لأبناء الغباء الاثنين لفئة المحليات الأصايل. عاشر المراكز يذهب من نصيب مياسة أهل سالم بن سهيل بن عوض المحرمي، وحصلت مياسة على نسبة 76%. تاسع المراكز يذهب من نصيب غزل حمد بن عبيد بن سيف الرايحي العليلي، وحصلت غزل على نسبة 77%. ثامن المراكز يذهب من نصيب مزون لعبد الله بن سعيد بن حمد المالكي، وحصلت مزون على نسبة 79%. سابع المراكز يذهب من نصيب نوادر لصالح بن يابر بن صالح بالقمده العامري، وحصلت نوادر على نسبة 82%. سادس المراكز يذهب من نصيب وزن سلطان بن عيضة بن بخوت بن سنيه المنهالي، وحصلت وزن على نسبة 84%. خامس المراكز يذهب من نصيب صوغة لمحمد بن ناصر بن سليم النهدي، وحصلت صوغة على نسبة 86%. رابع المراكز يذهب من نصيب صوغة لخميس بن محمد الشدي المنصوري، وحصلت صوغة على نسبة 88%. وصلنا للثلاث المراكز الأولى بين القاهرة الراشد بن علي بن صياح بن النص المنصوري، وبين هامة لسعيد بن كرامة بن سعيد بن عمر العامري، وبين صولجان لعبد العزيز بن محمد بن عايض القحطاني. وثالث المراكز ذهب من نصيب ذهب من نصيب ذهب من نصيب القاهرة الراشد بن علي بن صياح المنصوري، وحصلت القاهرة على نسبة 90%. وين الرمز وين وين الرمز وين ومن حصل على رمز اللقاية الشراية لأبناء الغباء الاثنين؟ وين الجمهور وين ومن حصل على رمز اللقاية؟ تهانينا 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 لعبد العزيز بن محمد بن عايض القحطاني، من حصل على المركز الأول وقف بالرمز على ظهر صولجان، وحصلت صولجان على نسبة 92%.